الأبواب المفتوحة الجهوية على الدرك الوطني، وأدعو كل من سنحت له الفرصة بهذه المناسبة لزيارة الورشات المعروضة للتعرف على نشاطات الدرك الوطني عن قرب، والاستماع إلى الشروحات ومشاهدة التمارين وعروض تطبيقية تقوم بها وحدات الدرك الوطني المتخصصة، بهدف تعزيزا للرابطة جيش أمة، فالدرك الوطني جزء يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، وكذلك إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على الدرك الوطني وبصفة خاصة مهامه في إطار الأمن العمومي المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات.